إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك اشترك الآن في الآن القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. جريد 6، كل سنه وانتم طيبين. النهارده ذا لاست ريفيجن فيرست تيرم، هناخد مجموعه افكار هنشتغلها على البورد وشويه هنشتغلها مع بعض اورال. دايما السؤال ده حبيبي بيجي لك، ده جزء على التايب او الكايند بتاع الاستاتستكس. فاحنا قلنا في حاجتين، كوانتاتيف وديسكريبتيف. فالراجل ده لما يدي لك سؤال اقرا كويس، لانه لو قال لك كلمه اكسبت هو كده بيغلطك عشان انت بتتسرع في القرايه. احنا قلنا الديسكريبتيف انا بوصف حاجه بقولها لكل الناس، الكوانتيتيف دي حاجه برايفت ليا تخصني. طب انا هو بقول لك كوانتيتيف، مين في دول اكسبت؟ يعني استنى يا مستر، هو انا ممكن اقول الايدج لحد؟ طب ممكن اقول الويت لحد؟ ركز بقى معايا. طب الطول برضو، يبقى مين اللي هو اكسبت؟ شفت بقى، يبقى كلمه اكسبت توديك في ده. والنبي اقروا السؤال كويس، كلمه اكسبت ممكن يجيبها لك مع الكوانتيتيف وممكن يجيبها لك مع مين؟ مع الديسكريبتيف. افتكر دايما ديسكريبتيف انا بوصف، فانا اقدر اقول للناس ماي نيم، اقدر اقول للناس انا مارد ولا سنجل اللي هي الستيتس بتاع امريكا، اقدر اقول للناس البليس بتاعي. اه طبعا حاجات كتيره بنقول عليها ان بابليك، لكن في حاجات بتبقى برايفت. انك ما تقولش لحد المارك بتاعتك، انك ما تقولش لحد الايدج، لكن اقدر اقول للناس كلها الفيفوريت كولر، الفيفوريت فود، انا بحب كذا، بلعب كذا، ما عنديش مشكله. طيب تعال هنا، السؤال ده سؤال ريت وسؤال سهل. بيقول لك كار كونسيوم 8 لتر تو كفر ديستانس 96. استنى يا مستر، عارف لو هو وقف لغايه هنا وقال لك الريت كنا نعمل ايه؟ ديفايد. لكن عشان هو ربطها بحته ثانيه يبقى انا هاجي اقول كده لتر كيلومتر. ال 8 لتر بيعملوا لي 96. جه بعد كده قال لي 145 كيلومتر، يبقى رايت داون الكيلومتر ولا اللتر؟ يبقى هاجي هنا رايت داون 144، يبقى ده الميسنج. يبقى مساله الريت لو لغايه هنا وخلاص اعمل ديفايد، لكن لما يربطها بحاجه تاني اكون بروبورشن. يبقى انا هاجي اسمي دي اكس تبقى الاكس بتاعتك، هنعمل كروس يا مستر 44 تايمز 8. شكرا، وبدخلها في الكالكوليتر واجيب لك الانسر. تعال تشوف انذر اكزامبل يا مستر. احنا مقرر علينا كيوب كيوبويد. لما يجي لك حاجه زي كده قبل ما تحل اعمل درافت صغير واكتب الرول اللي هتستخدمه. مش فاهم انا هنا بكلمك على ايه؟ حلو، خدنا رول بعملها ماجيك تريانجل. ايوه، رول بتقول لي الفوليوم لينث تايمز ويدث تايمز هايت. وعندي انذر رول بتقول برضو الفوليوم اريا بتاع البيز تايمز مين. حلو خالص، تعال نشوف احنا هنستخدم ايه. الراجل ده بيقول لك هوز هايت، يبقى انا معايا هايت واريا. لا استوب، ده انت قايل لي اريا، يبقى انا مش هشتغل بالرول دي. طب انا مديك الهايت والاريا وطلبت منك الفوليوم، يبقى هتقول ايه؟ الفوليوم ها؟
الفوليوم ايكوال اريا تايمز يا اريا انت بكام؟ 12. والهايت بكام؟ وادخلها في الخلاط 108. شكرا. تطلع زي ما تطلع. يبقى لو سمحت ركز في السؤال. طب تعالى بقى احنا نضيف. لو انا مديك الفوليوم والاريا وطلبت الهايت، يبقى لازم تقول لو انت عاوز الهايت يبقى الفوليوم اوفر الاريا. اعمل ديفايد، لازم اتعود. طب يا مستر لو انا عاوز الاريا تبقى الهايت الفوليوم الهايت. بالراحه ما تتسرعش، تعالى نشوف انذر اكزامبل. يا مستر احنا درسنا السنه دي حاجه اسمها دروينج سكيل، ومش هننسى ان هو دي اس. الدروينج سكيل بيجيني منها مساله يا تشوز يا كومبليت، وكمان مساله كامله. تعالى هنا انت بتكلمني عن ايه؟ بيقول لي الدروينج سكيل اكسبريس. بص بقى يا عم، تعالى دي اول حاجه درسناها. الدروينج سكيل ده ممكن يبقى، بص كده، ممكن يبقى مور 1، ممكن يبقى ايكوال 1، وممكن يبقى ليس 1. بص معايا، لما يبقى ايكوال 1 على طول يبقى بقى congruent congruency. يبقى لو كان ايكوال 1 يبقى الحاله دي نقول له كلمه ايه؟ congruency او congruent، متطابقين. في حاله انه مور 1 يبقى احنا عملنا حاجه اسمها ريدكشن، سوري اسف، انلارجمنت. لما يبقى مور 1 عملت انلارجمنت. وفي ناس بتقول عليها ماجنيفيكيشن، وفي ناس بتقول عليها ماكسيمم. والكلام ده هتاخده بتوسع في سكندري 1. نقول تاني، ايكوال هي حاله يتيمه، كونجروينت او كونجروينسي، لكن مور 1 ممكن اقول انلارجمنت يعني انا بعمل تكبير، ماجنيفيكيشن برضه تكبير، ماكسيمم ماكسمايزيشن. الحاله الاخيره لو لس يبقى انا بعمل حاجه اسمها ريدكشن، ريدكشن تصغير. زي ما تبقى حاجه ديستانس بتوين مثلا كايرو لوكسور، المسافه بالكيلومتر، وتتعمل لك في ماب انت تبقى 180 سنتيمتر او 150 سنتيمتر، تتعمل لك بيكتشر 4 سنتيمتر. عملت ايه؟ عملت ريدكشن، اور عملت حاجه اسمها مينيمايز او مينيمايزيشن. لازم تبقى عارف الثلاث حالات. تعال بقى نشوف مسالتنا. بيقول لي الدروينج سكيل ايكوال 1 which is correct. مين ينفع هنا؟ ها؟ ايكوال 1 congruence يا مستر. تعال نشوف another example. بيجي لك في تشوز او كومبليت بيقول لك مثلا 10% اوف كذا. اتفقت معاك حبيبي لما اقول لك 10% اوف يبقى الاوف دي بتخليها، شكرا، يبقى دي 10% تايم 800 وادخلها في الكالكوليتر. كلنا اتدربنا ازاي بنكتب البرسنتج على الاله. يلا حبيبي هات لي الايكوال وبسرعه. شكرا. ها حد طلعها غير 80؟ شكرا. بص بقى معايا لو سمحت يا مستر، هل ينفع 80 ومعاها برسنتج؟ اوعى اوعى، ده دي ممكن تبقى باوند، كيلوغرام، ليتر. طيب خد بالك معايا لو سمحت، لو جيت قلت لك 8% اوف اكس ايكوال 80 تبقى الاكس بكام؟ اسمع لو سمحت، اتعود لو سمحت، قول حبيبي.
الله حلوة قوي الكلمة اللي قالها دي. بصي اهو، مش احنا قلنا دي هتبقى تايمز واتفقنا الاثنين دول كلوز، وقلنا لو كان بلس اعمل ماينس، ماينس اعمل بلس، تايمز اعمل شكرا، يبقى يا مستر هنعمل ديفايد. دي نقطة مهمة. أنا هنا دي راجل عسل، راجل طيب، اداني الحاجة فمن السهل إن أنا أعملها. لو أنت اديتني إكس أو عملت لي سبيس يبقى حضرتك هتعمل إيه؟ ها؟ ديفايد. يلا شوف لي الديفايد وبسرعة. يبقى إحنا لو عملنا 80 ديفايد 10 برسنتج، أوعى تنسى هتديك أكيد 800. تعال نشوف another example. انت مقرر عليك مسائل ريشيو. الريشيو ممكن تيجي بالفورم ده day hour week day، ممكن تجيلك ton مع كيلو جرام، ممكن تجيلك half to two third، تجيلك fraction، تجيلك بالسيمبل ton، ايا ما يكون. لازم الاول قبل ما اقول اشتغل بالكالكوليتر، هل الاور تشتغل مع الدي؟ حلو خالص، يبقى احنا هنروح لمين؟ للبيجر. ويتش از بيجر، الاور ولا الدي؟ حلو، يبقى هنا 3 تايمز، هاو ميني اورز ان دي؟ 24. يبقى دي تايم 24 وهنا في 6، ادي برضه ال 6 واعمل دي تايمز اهي. بعد كده اقدر اشتغل بالكالكوليتر واقول 6 ديفايد 72. يلا شوفها لي كام بسرعه. 1 اوفر 12. انت تفصلها تبقى 1 تو 12. تعال نلعب لعبه ثانيه، ويك معاها دي برضه ما ينفعش اشتغل. طب هتعمل ايه؟ هنعمل مين البيجر؟ الويك. هاو ميني دايز ان ويك؟ 7. يبقى هنا 2 تايم وهنا 21، 2 تايم 7 14 ودي 21. نعمل ديفايد، يلا بسرعه هات لي الانسر. شكرا. 2 اوفر 3. انت تكتبها له ريشيو تبقى 2 2 3. طب نلعب شويه كمان. 10 كيلو جرام. طيب البيجر، البيجر مين؟ تايمز 1000. الله ينور عليك. شايف بقى الحدوته الجميله دي؟ تعالى نلعبها هنا. كيلو جرام جرام، كيلومتر متر، لتر مليليتر، ديسيمتر كيوب سنتيمتر كيوب. مين البيجر؟ الكيلو جرام والكيلومتر. يبقى عشان اعمل كونفرت من كيلو جرام لجرام، شكرا، من كيلومتر لمتر، من لتر لمليليتر، ديسيمتر كيوب لسنتيمتر كيوب. شكرا. يا ريت نتدرب على مجموعه افكار. تعال نشوف بقى الفراكشن. سؤال، افرض يا مستر حب يهزر. اولا هاف وهنا تو ثيرد انت تقدر تعملها ديفايد بالكالكوليتر، لكن لو حب يهزر معاك ويشوفك انت طالب فاهم ولا لا، لو قال لك هاف وهنا ثيرد وهنا 1 اوفر 6، ادالك 3 فراكشنز، انت في الحاله دي انت مطالب انك تعمل لي دول كلهم ايكوال. اخليهم ازاي الدينومينيتور ايكوال؟ عندي طريقتين، ممكن اخد 2 تايم 3 تايم 6 تبقى 36، واروح لده تايم 36 تايم 36 تايم 36. دي اسهل طريقه. كمان مره معايا 3 فراكشن الدينومينيتور ديفرنت، وانا لازم يبقى معايا الدينومينيتور ايكوال. هناخد 2 تايم تايم 6 كله على بعضه 36، يبقى انا هاجي عند الهاف تايم 36، وكمان اروح للثيرد وكمان اروح للسكس. هات لي الانسر اهي يا مستر. 18 وهنا هتديني 12 وهنا 6. السؤال بقى دلوقتي، هل كده خلصت؟ نعمل ايه؟ سمبليفاي. يعني ايه سمبليفاي؟ طب انا عندي 18 و12 ممكن ديفايد 2 و3 و4. طب ايه رايك
في ال 6 تنفع؟ اه. تاني الاول 2 3 6 انا عاوز كومن دينومينيتور، فرحت عاملهم كلهم تايمز ادوني 36، فخدت الهاف تايم 36 والثيرد تايم 6 والسكسز كمان. تعالى مستر اد الانسر، انا ما خلصتش، انت لازم تعمل سمبلست فور. ازاي؟ دول ممكن اعمل ديفايد 2، ممكن اعمل ديفايد، وممكن اعمل ديفايد 6. المهم يا مستر انها لازم تبقى سمبلست فور. نقول تاني، تعالى نعمل يا مستر، نجرب ناخد مين وبسرعه. 6. شكرا يا مستر. هنعمل ديفايد 6 يبقى ال 18 ديفايد 6 لوحدها، وال 12 ديفايد 6 لوحدها، وال 6 ديفايد 6 لوحدها. ادي كده سمبلست 4. يبقى انا عندي حاجه اسمها فراكشن، انا اقدر لو 2 فراكشن اعملهم ديفايد بالكالكوليتر، لكن لما يبقوا 3 فراكشنز انت لازم تظبط اللوست كومن دينومينيتور، لازم يبقى عندي كومن دينومينيتور. بجيبه ازاي؟ هعمل للثري دينومينيتورز اعمل لهم تايمز. تعال نشوف انذر اكزامبل وبسرعه. عندي الاكزامبل A to B و B to C دايما بيتكرر سواء كومبليت او تشوز. طريقه الحل انت لازم تعملها، ما تروحش تختار على طول. تعال نفكر بعضينا. هناخد اول ريشن A to B اهي 2 to 9، ظهرت بعد كده مين؟ C. يبقى هاجي اكمل في النيم C واجي تحتها، انا ما كنتش شغال بالسي في اول ريشن فاعملها ميسنج اسيبها. في السكند ريشن البي والسي هشتغل مع البي والسي، هنا 9 هنا 8، هنا دي ما كانتش شغاله. فاحنا اتفقنا ان يا مستر اللي ما معهوش ياخد من اللي جنب، يبقى الراجل ده هياخد 9، هياخد من اللي جنبها 9 وال 9 تدي اللي جنبها اهي. خد بالك بقى معايا، انا عاوز A to C يا مستر. لو لقيت البي، بص الجملة دي خسارة انك تتعب على الفاضي. ايه اللي انت ملاحظه في البي؟ 9 زي بعض. هل محتاج اعمل تايمز وبعدين سيمبليفاي؟ لا. تاني لو انا لقيت السي زي بعض او الاي زي بعض، ما تعملش تايمز خلاص، اللي هي بتبقى الريشو الايكوال كنسلها، اعمل لها هايد احذفها. ايه بقى اللي اتبقى؟ ها 2 to 8. اهو دلوقتي اشتغل 2 to 8 واعمل لها سمبليفاي 2 divide 8، هتديني 1 على 4، تبقى الاجابه بتاعتك سواء كومبليت او تشوز يبقى 1 to 4. تعال نشوف كده another example على الريشيو، والريشيو علينا افكار كتيره. الراجل ده بيقول لك 1 ماينس واداني برانثيز وحاطط لي جواه برسنتج. يا مستر انا راجل غلبان، عشان الطالب اللي مش عارف ان ال1 ممكن اخليه برسنتج ويبقى ايكوال 100 over 100، ومش كده وبس، الديفينيشن بتاع البرسنتج السكند تر از 100، ده كمان ديفينيشن لازم ابقى عارفه. طب تعالى هنا بقى، تحب نخلي ال1 تبقى ال1 دي تبقى 100 برسنتج، يعني 100 على 100، انت حر. طب انا مش عاوز كل الفورم ده، اكتبه في الكالكوليتر. يلا وريني الانسر بتاعتك. استنى يا ولدي وما تتسرعش، والنبي هقول لك ليه ما تتسرعش، عشان الراجل مديلك مثلا تشوز 60 ومديني 40 ومديني 0.75 ومديني 160. تعال كده، تعالى نمشي بالراحه. يلا ها، كم واحد لسه ما خلصش؟
حلو، بص بقى معايا. اداني الانسر يا مستر 3 على 4. بص حبيبي، انت شغال تشوز، هل دي 3 على 4؟ شكرا. شكرا. لا. الله، ما انا عارف ان انا ممكن الفراكشن هعمل المفتاح اس 2 دي يدوني ديسيمال، ادي الاجابه بتاعتي. لكن فرضا كانت اجابتك حاططها برسنتج، انت لازم كنت تجيبها له برسنتج. يا رب تاخد بالك في فرق ان انا اطلب انا برسنتج وان انا مش عاوزها. تعال نشوف ذا لاست اكزامبل، ده عليه ثلاث افكار. بص معايا لو سمحت. الريشيو بتوين ساي بتاع ايكوالاترال تريانجل والبارامتر، يبقى انا معايا سايد تو البارامتر. يا عم الايكوالاترال ايه اللي اعرفه عنك؟ فري سايد ايكوال فري سايد. يعني انا لو قلت السايد ده اس يبقى ده 3 اس، الاس اتكنسل الاس يبقى ايكوال ايه؟ 1 2 3. والسؤال ده يجي لك على الرومبس، يجي لك على السكوير. اشمعنى الرومبس والسكوير؟ علشان السايد اس ايكوال. طب انت مشكلتك في ايه؟ انك ما بتاخدش بالك هو الفيرست ريشيو مين. فلو قال لك الفيرست سايد ابدا بالسايد، قال لك الاول البارامتر كنت تبدا بالبارامتر. هنقول تاني بالراحه، هو قال لي سايد او كاتب سايد، بعد كده بارامتر. في الايكوالاترال عنده 3 سايد، يبقى هنا اس هنا 3 اس، اس تكنسل الاس يبقى 1 2 3. لكن في المساله دي لو كان بدا بكلمه بارامتر وبعدين السايد كنت تقول له هنا 3 اس ودي اس، تبقى 3 2 1. دي في حاله الايكوالاترال. لو كان سكوير وبارامتر الاول يبقى 4 2 1. لو كان رومبس وبارامتر الاول يبقى 4 2 1. ايكوالاترال تريانجل والبارامتر الاول يبقى 3 2 1. فكره مهمه وفكره سهله ما فيهاش اي مشاكل. تعال نشوف another example. حبايبي تعالوا كده مع بعض نشوف. بيقول لي in the opposite figure A B C D parallelogram. انا بس مختصر اول، يا بابا ما اقول لك A B C D parallelogram تفتكر ثلاث حاجات. اول حاجه two opposite side مالهم؟ لو قلت ايكوال سكيل سؤال الاجابه ناقصه. شكرا. يبقى التو اوبزيت سايد ار ايكوال ان لينث، ده ممكن يجي لك كومبليت وتشوز. ايه كمان؟ تو اوبزيت انجل برضو ميجر، يبقى الاوبزيت انجل برضو ار ايكوال بس ان ميجر. قبل ما ادخل على الثالثة أنا مش فاهم كلامك، تعال نروح هنا. يا مستر A B C D مين الـ opposite side؟ opposite side، بص كده آدي أنا ولو اتحرك كده ده الـ opposite. مالهم يبقوا equal؟ مش فاهم، يعني الـ A B equal للـ C D. ده 6 يبقى each of them 6 سنتيمتر. ايه كمان؟ برضو اوبزيت سايد والسايد 2 لترز، يبقى ال بي سي ايكوال اي دي وبرضو 8. والحاجه اللي تقولها اكتبها على الفيجر، بمعنى اجي اكتب 6 واجي اكتب 8، يبقى ده معنى each two opposite side are equal. طب يعني ايه each two opposite angle؟ بص معايا، يعني طنط دي فين ال opposite angle؟ اهي اروح كده اهو، تبقى مين ال opposite ليها؟ ها؟ ال B. يبقى يا مستر انا في الجزء ده measure of angle D
equal measure of angle B each of them 70. خد بقى كلمة انت بتنساها وتجيلك complete وتشوز. الكلمة دي حبيبي اسمها consecutive. اول يا بابا ما يقول لك الكلمة دي معناها ان الصم 180 ديجري. مش فاهم اقول له اسمع انت بتقول لي دي ودي بي ودي اوبزيت، لكن لو قلت دي مع ايه كلها هل دول اوبزيت؟ لا، هما اسمهم ايه؟ كونسيكيوتيف. يعني ايه؟ يعني الانجل ايه كلها والدي كلها 180، دي 70 تبقى دي كلها 110. استنى مستر مش فاهم تاني، الدي الاوبزيت ليها بي، لو هلعب دي مع سي كلها، سي كلها يبقى هما الاثنين التو انجلز سي ودي بكام؟ شكرا، الدي والسي 180. ليه؟ اقول له كونسيكيوتيف. طب انا معايا منهم كام؟ معايا 70 ومعايا 35. يبقى انت لو عايز الانجلايه اكس دي زي ما انت بتقول اهو، يبقى ال 180 ماينص منها ها ال 70 وال 35. بالراحه تاني يا مستر، الاثنين الاوبزيت ايكوال زي البي والدي، زي الاي كلها والسي كلها، لكن لو انا مش عايزهم يبقى الانجل دي كلها والسي كلها اسمهم كونسيكيوتيف 180. طب هما اتقسموا ل 3 انجل، عايز انا الفاليو بتاع اكس، يبقى 180 ماينس ال 70 وال 35 واعملهم في الترانسفيز. طب عندي معلومه ثانيه، ايوه بص معايا الكلمه دي، الدياجونالز في الباريلوجرام مالهم؟ يجي يقول لك كده الدياجونالز ان باريلوجرام ار كومبليت يا مستر. اكسلنت حبيبي، بايسكتس ايتش اذر. طب استنى يا مستر، الكلمه دي ممكن اقولها مع مين تاني؟ ها اقول له مع الريكتانجل، مع السكوير، مع الرومبس. بايسكت ايتش اذر ده مش كده وبس، تعالى ممكن يسالك تاني يقول لك انا عايز البارامتر بتاع الباريلوجرام كله. اقول له انا اتعلمت من زمان لما تقول لي بارامتر بشتغل اوت بوردر. مش فاهم انت كام يا طنط؟ 8 بلس 6 بلس بلس، هل ادخل اخد في النص؟ لا، يبقى البارامتر بتاع الباريلوجرام هاخد 8 وكمان 8 واخد 6 و6 واعمل بلس. طب لو طلبت منك البارامتر بتاع التريانجل اي بي سي يبقى هناخد مين؟ عايز البارامتر بتاع التريانجل، تقول له عنده 3 سايد. مين هما؟ معايا ال 8 وال 6 وال 9. ادي مساله ممكن تجي لك وانت ناسي يعني ايه كلمه بارامتر. بارامتر باخد الصم بتاع السايدز بس بشتغل اوت بوردر. طب لو تريانجل يبقى انت عندك 3 سايد. لو سمحت عود نفسك دي كل الاسئله اللي ممكن تجي لك على الباريلوجرام. تعالوا نشوف another example. تعالوا كده حبايبي نكمل في جزء الجيومتري المقرر عليك. لما يجي يقول لك الدياجونالز ايكوال ان، الدياجونال ايكوال عند مين؟ احنا عندنا باريلوجرام وسكوير ورومبس وريكتانجل، عند اربع حاجات. يا ترى الدياجونال ايكوال عند مين؟ ها يا مصطفى؟ ها؟ ها؟ شكرا. يبقى لما اقول لك ايكوال ان انت ممكن تقول لي ريكتانجل وممكن تقول لي سكوير. طبعا انت مش هترسم، انت هتكتب. طيب لما اقول لك بيربنديكولار، بيربنديكولار ان الرومبس، شكرا، الرومبس والسكوير. طب ايكوال اند بيربنديكولار، شكرا. خد بالك لو سمحت
برضو ممكن يجي يقول لك parallelogram if one angle 90 يبقى ايه؟ استنى يا مستر، استنى يا حبيبي، ما تتسرعش يا بابا. ليه ما اقولش سكوير يا مستر؟ السكوير السايد ايكوال والبارالوجرام السايدز بتوعه مش ايكوال. يبقى مين اقرب حاجه؟ الانجلز بتوعه ايكوال وعنده انجل 90. ها ها، بص بقى مفاجاه. لكن لو قلت لك رومبس وان انجل ب 90، الرومبس لو عنده انجل 90 اقول له هيبقى سكوير. حاجات صغيره لازم تتعلمها. خد دي كمان، بارالوجرام لو عنده اثنين ادجيسنت سايد ايكوال يا ترى يبقى ايه؟ لو التو ادجيسنت سايد ايكوال يتحول يبقى ايه؟ اقول له يا مستر يتحول يبقى رومبس، ما ينفعش سكوير. ليه؟ علشان ما عندوش انجل 90. يبقى انا عندي مجموعه افكار اهو لازم تتعلمها. خد دي كمان، لو قلت لك الدياجونالز ايكوال ونوت بيربنديكولار، الو نوت و سوري ايكوال ونوت بيربنديكولار، ينفع اخد سكوير؟ لا. لو قلت لك بيربنديكولار ونوت ايكوال، بيربنديكولار بس يبقى رومبس بس. اقرا السؤال كويس ما تتسرعش. لو قال لي ايكوال ان انت حر، عندك تو انسرز. بيربنديكولار بس عندي تو انسرز. لكن لما احط لك نوت يبقى انت بتاخد الاجابه بتاعت ايكوال بس، نوت يبقى تاخد الاجابه بتاع بيربنديكولار بس. يلا حبيبي صور وبسرعة. واحد بس اللي بيقرا بيقول لي if the edge length of a cube 8 يبقى الفوليوم ايه؟ ها؟ شكرا، انت شفتها 6 انا شايفها 8، هلبس النظارة. الله ينور عليك. الكيوب يبقى ايج تايم ايج تايم ايج، الانسر هتبقى ذا لاست 1. شكرا. طيب نيكست، الفوليوم اوف كيوب 125 يبقى الاريا بيز بكام؟ سؤال جميل وسؤال محترم قوي. ها حلو خالص الفايف، بس استنى ليه؟ اسمع يا بابا لو سمحت، تعال نشوف مع بعض. لما يديلك يا بابا، لما يديلك الفوليوم عندك حاجه دربتك عليها اسمها كيوبيك روت، ادي السيمبل. فانت هتاخد ال 125 تكتبه تحت الكيوبيك روت هيدي لك 5، دي بقت الايدج. انا عايز الاريا، يبقى 5 تايمز 5 ايكوال 25. انهي واحده ناخدها؟ السكوير يا مستر، اللي هي اول واحده. بسرعه صحصح معايا، يلا نمبر 3. بيقول لي وودن اوف كيوب الاكسترنال 1000 والكابستي 729، يا ترى الفوليوم بتاع الكيوب؟ نعمل ماينس. تخيل حبيبي انت عندك تو بوكس، واحد من بره واحد من جوه، انا بتكلم على كابستي، يبقى انت حضرتك هتعمل ماينس ال 1000 هنعملها ماينس 729، هتطلع لي الانسر 271. يلا بسرعه يا ليتر، انت ايكوال كام سنتيمتر كيوب؟ برافو عليك. نيكست، ها مديني متر كيوب وعاوزها ديسيمتر كيوب تايمز 1000. نيكست، ها بيقول لي حبيبي الصم of measure of any consecutive، انا لسه قايل لك الكونسيكيوتيف يبقى كام؟ اكسلنت فريده 180. لما اقول لك كومبليت ان ذا سيم باتون، يا ترى ايه الباتون او الرول؟ انهي واحده؟
كم؟ ثلاث واحد. شكرا يا مستر. الجروب تريانجل وسكوير وسيركل وسكوير. نيكست، يلا بسرعة. ها بيقول لي الفوليوم بتاع الكيوبويد 400 سنتيمتر والبيز بتاع اللينس بتاعها 8. يا ترى واحد لينث 8 والتاني 5 عايز الهايت. اكسلنت. احنا قلنا ماجيك تريانجل، ماجيك تريانجل اوعى تنسى الفوليوم اب ودي لينث ودي ويتس ودي هايت. انا عايز الهايت، يبقى هعمل 400 ديفايد 8 تايمز 5. اكسلنت. تعال نشوف انذر اكزامبل. هعمل حبايبي بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر انت باريلو جرام مديني الانجل بتاع الاي 60. يا ترى الميجر بتاع البي 120 عشان كنسكيوتيف. شكرا. طب لو طلبت منك الميجر بتاع الدي 120 ليه؟ اصل يا مستر الاي والبي او الاي والدي الصم بتاعهم 180. نيكست. بيقول لي in the opposite figure number of parallelogram سبق وقلناها فاكرين؟ ها؟ 9. شكرا. بيقول لي الدياجونال بيربنديكولار وايكوال في مين؟ ها؟ يا ريت ما نتسرعش. الاثنين يبقى سكوير. سكوير يا مستر. السايدس ايكوال فين؟ ممكن رومبس. وايه كمان؟ سكوير. الانجل ايكوال ان الانجل لو ايكوال يبقى فين؟ ريكتانجل وسكوير. اوعى تنسى ماشي حبيبي. ما انت لازم تبقى عارف الاثنين. اغلبيه الحاجات دي كلها احنا لسه كنا شغالين فيها. يلا مع بعض. نمبر 6 نمبر اوف ايج للكيوب ونمبر اوف فيسز. استنى يا عم والنبي يا عم الحاج. الايج قد ايه؟ 12 سواء كيوب او كيوبويد يبقى انت عندك 12. والفيسز عندهم كم فيسز؟ 6. ويتش از بيجر 12 ولا 6؟ 12. يا ريت ما نتسرعش. بيقول لي عايز دايمنشن اوف فوليوم اوف كيوبويد الدايمنشن سوري الفوليوم الدايمنشن بتوعهم 7 و5 و2. نعمل لهم تايمز يبقى البرودكت. برافو عليك. تعال نشوف انذر اكزامبل حبايبي. بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر يا مستر لو انت خدت بالك اديني بكبر لك اهو. انا مدي لك اللينث بتاع دي سي ب 4 تستفيد منه ايه؟ الدي سي ب 4 يبقى استفيد منه واحد بس اللي يقول ها مين الاوبزيت؟ يبقى الـ AB 4. شكرا. يا مستر أنا مديلك الـ DA 6 أستفيد منه إيه؟ مين الـ opposite؟ ثانية محدش جاوب بدون إذن. استنى حبيبي أحمد. ها CB. شكرا. طب لو عايز البارامتر بتاع البارلوجرام بص في الورقة عايز يا بابا يا بابا عايز بارامتر يبقى أشتغل بالسنتيمتر. فإحنا قلنا عندي 6 و6 عندي 4 و4. طيب يا مستر لو عايز الميجر بتاع انجل دي الاوبزيت بتاعتها البي تبقى ايكوال 110. يا مستر عايز الميجر بتاع انجل ايه ليه؟ عشان 180 - 110. حبيبي لما اجي اقول لك اي بي سي دي باريلوجرام على كده مع بعض ازاي نجيب الميجر بتاع انجل بي اي سي. واتفقت معاك لما ما تعرفش الانجل هات تو بنز وحطهم بي اي ادي بي اي اي سي اهو تبقى الانجل اللي جوه دي هي اللي انا عايز الميجر بتاعها اهي. فاحنا اتفقنا ان الاي كلها والبي كلها كونسيكيوتيف 180. اي كلها وبي كلها 180 بس هو عمل لهم ديفايد لثري انجل ادي واحده اثنين ثلاثه
مديني منهم تو انجلز وعايز الانجل دي دي ميسنج سواء حط فيها اكس حط واي. قلنا يا مستر هناخد ال 180 ماينس منها ال 110 وكمان ال 30 يبقى دي الميسنج. في مشكلة؟ طب أنا مش فاهم. نقول تاني يا مستر دي 110 أروح للأوبزيت يبقى أنت كمان 110. لو طلب مني الميجر أوف أنجل دي سي إي دي سي إي هنجيب برضه قلمين دي سي أدي الدي سي يا مستر سي إي أهم تبقى الأنجل اللي بينهم دي سواء حط لها لتر واي أو ما حطش. بمنتهى البساطة عندي تو انجلز ازاي اجيب الثيرد؟ يا حبيبي انت متدرب من جريد 5 الصم بتاع الانتيريور اوف انجلز اوف تريانجل برضه 180 يعني دي ودي ودي 180. انا عايز الوايد يبقى 180 ماينس منها ال 110 وكمان ال 30. طب يا مستر لو عاوز دي برضه نفس الكلام انا عرفت دي وعرفت دي 180 ماينس دي ودي يبقى انت عندك حاجه اسمها كونسيكيوتيف وعندك حاجه اسمها الانتيريور انجل اوف تريانجل 180. صور يا حبيبي مكملين. بيقول لي فروم ديسكريبتيف داتا. احنا قلنا الديسكريبتيف يا مستر يعني حاجات ممكن اقولها لاي حد حاجات ان بابليك حاجات جنرال. ها شكرا اقدر اقول للناس البلاد سبيس يعني عينه الدم. نيكست فروم الكوانتيتيف دي حاجه بقى خاصه. ها يا مستر ها الايج شكرا. بنفس الطريقه الاسئله اللي بعديها تعالى يا مستر نغير بقى شويه ونقول حاجه اسمها بيقول لي the range of values لما يديلك more values ويطلب الرينج نقول له ايه؟ ثواني يا مصطفى عايز حد يقول. ها يا مازن شكرا. الماكسيمم ماينس المينيمم ويا ريت ما تنساش الديفينيشن الديفرنس بتوين يبقى ديفرنس هعمل ماينس يبقى هنقول ايه؟ ها 8 ماينس 2 ايكوال 6. يلا برضو نفس السؤال اللي تحتيه هو رينج. طب يا مستر هل انت عندك مشكلة ان الراجل الجميل ده يتكلم معاك في مسائل الرينج؟ تعال نشوف another example. بيقول لك sum of age of cube. stop يا عم الكيوب انت عندك كم ايج؟ عندك كم ايج؟ عنده 12. بقول لك الصم بتاع ال 12 132 يبقى انت يا مستر هتاخد ال 132 ديفايد 12 هتجيب له الايدج. ادي فكره المساله. تاني حبيبي تاني حبيبي الصم بتاع الايدج 132 تقول له انا معايا 12 ايدج يبقى اعمل ال 132 ديفايد 12 ايكوال كام يا ريس؟ ايه 11. شكرا طلعت 11. ده كده الايج. عايز الفوليوم ايج تايم ايج تايم ايج يعني 11 تايم 11 تايم 11 والسلام عليكم. بيقول لي الفوليوم الفوليوم اوف كيوبويد بس المره دي البيز سكوير. لما تبقى البيز سكوير يا مستر يعني اللينث ايكوال الويتس. هو قال لي اللينث ب 6 يبقى كمان الويتس بتاعه ومديني الهايت 10 يبقى الفوليوم ها هنقول له ايه 6 تايم 6 تايم 10. يا ريت ما تتسرعش كيوبويد يعني اللينث ويتس بس لما تبقى البيز سكوير يبقى اللينث ايكوال الويتس. حبايبي بيقول لي بيقول لي البارامتر اوف one face of cube 24. استنى يا مستر لما اقول لك كيوب يبقى الفيس بتاعته ايه؟ سكوير. تاني كيوب يبقى الفيس حلو
والسكوير البارامتر بتاعه عبارة عن ايه؟ سايد تايمز تايمز 4. طب انا مديك البارامتر 24 يبقى تقول له هعمل له ديفايد 4 اجيب لك السايد. تاني مديك البارامتر تقول له اعمل له ديفايد 4، اشمعنى؟ عشان ده سكوير. لما اعمل ديفايد 4 هتجيب مين يا عمو؟ اقول له اجيب الايج. طب وانا لما اجيب الايج اقول له هتطلع لي ب 6. انا عايز الفوليوم يبقى 6 تايم 6 تايم 6.